Hozir davramizga Husanxon Abdulmajidovni taklif qilamiz. Toshkent Islom instituti talabasi. Qur'on va Qur'onni sevuvchilar haqida arabcha bayt o'qiydi. Bismillahir Rahmanir Rahim. أكرم بقوم أكرموا القرآن أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا زرعت حروف النور بين شفاههم فتطوعت مسكا يفيض بيانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان جهد تنور به الجبال تصدعا وتفيض منه قلوبنا عرفانا من كل صوب جاء قلب خافق يستعذب الترتيل والإتقان غرباء هجروا الديار وودعوا الأوطان غرباء لكن قد تآلف جمعهم صاروا بنعمة ربهم إخوانا صاروا بنعمة ربهم إخوانا أوجدت عبادك مولانا أنزلت علينا القرآن أوجدت عبادك مولانا أنزلت علينا القرآن فضلت عليهم إيانا حمدا لك مولاي الرحمن حمدا لك مولاي الرحمن أرسلت نبيا ذا الكرم قد علمناه على القيم أرسلت نبيا ذا الكرم قد علمناه على القيم أظهرت كلامك بالشيم فمننت علينا يا منان فمننت علينا يا منان شفعت كلامك ذا فينا أكملت به فينا الدين شفعت كلامك ذا فينا أكملت به فينا الدين
هو منقذنا وهادينا من نارك وإلى الرضوان من نارك وإلى الرضوان. قرآنك ما فيه عوجا ما جعلت لنا فيه حرجا قرآنك ما فيه عوجا ما جعلت لنا فيه حرجا من عض على ذا الحبل نجا أمتنا عليكم بالقرآن أمتنا عليكم بالقرآن يا رب يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى يا منزل الوحي المبين يا الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا اجعل كتابك بيننا نورا لنا أصلح به ما ساء من دنيانا واحفظ به الأوطان واجمع شملنا فالشمل مزق والهوى أعيانا وانصر به قوما تسيل دماؤهم من أهل دينك واهزم من عادانا اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول